عند والفلوس والدمار ما يقولش الله أمريش عند وعند والفلوس والدمار جيت سعيد اليوم بتواجدي مع الناس ديال إفران في مهرجان إفران في ساحة 16. كنبغي نشكركم بزاف على حضور ديالكم معنا وعلى التجاوب ديالكم معايا، وإن شاء الله ما تكونش هذه أول مرة وآخر مرة إن شاء الله. نجاح أمنية مريش. صافي بليز الحمد لله، وهذه أغنية اللي خدمنا عليها بحب، فأنا أم حسين والإيكيب ديالي، فالحمد لله خدت واحد صدى كبير، فصافي بليزير أنه نسمع الناس كيغنيوها، فهذا دليل على النجاح الحمد لله. شبهوك بسعد مجرد؟ صافي بليزير، زعما يشرفني أنه يشبهوني بسعد. واش ممكن تشوفك مع سعد مجرد قديم؟ علاش لا إن شاء الله، إذا كانت إلا جات الفرصة إن شاء الله يشرفني إن شاء الله يا ربي. إمكانياتك الولوج إلى عالم التمثيل؟ ان شاء الله كاين عروض، فانا كما كنقول الا ما كانتش التجربه غتضيف لي في المسار ديالي ديال الموسيقى فما كاينلاش ندير، ماشي غير باش نمثل ان شاء الله. واش قلت وصلتي مع سعد مجرد؟ يس سير، اخر مره هضرت انا وياه وهناني على الاغنيه وفوالا، طلب لي التوفيق ان شاء الله، وتا الله يسخر ليه والله الله معه الله معه. محسن تيزاف في ثلاث كلمات. ذاك الحبيب وخويا وكل شيء. ديالك. شكرا بزاف لكم على الدعم ديالكم ليا، وانتظروا ان شاء الله جد ديالي قريب ان شاء الله، ونتمنى حتى هو يعجبكم يا ربي. ديديكاس للوالده ديالك. تحيه للوالده. التجربه ان شاء الله الهمت جمهور مهرجان افران، ما هي كلمتك للجمهور الافراني؟ عجبني الحال انه شفتهم تجاوبوا معايا وانهم نشطوا وفرحوا، فكنشكرهم بزاف على حضور ديالهم معايا، وتنقول لهم والله عجبتني بزاف في فرعنا، عجبتني وعجبوني ناسها، فكنتمنى ان شاء الله تكون هذه ماشي اخر مره، ونتمنى نحضر ديما، وشكرا بزاف للجمهور افرين على التجاوب ديالو والترحيب ديالو ليا. الجمهور تفاعل معك بزاف هناك من جديد ان شاء الله. ان شاء الله قريب ان شاء الله. نخليه حتى يكون ان شاء الله واجد ديك الساعه ان شاء الله، الوقت المناسب فينا لنا عليه ان شاء الله، راه ديك الساعه غادي يكون. اللهم امين. شكرا على الحضور. مرحبا. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.